بالاشياء اللي مليحه في عندنا في البلاد، انه ما عندناش الالكتريسيتي، معناها الالكتريسيتي لو كلش التربيه بالشمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لم يعرفونيش بالقاسم حبة، جزائري من جنوب الجزائري. كبرت في واحد المدينة، رغم قرية بهذاك الوقت، في الجنوب الجزائري، موجودة في ولاية حالي بكري كانت ولاية الواحات، ولاية ورقلة، دركا حاليا راهي ولاية الواد. المدينة اسمها مدينة المغير. اللي ما يعرفوا شوية الجغرافيا والأشياء هذه، مدينة المغير موجودة ما بين بسكرة وتوغرت، في نصف الطريق، يعني على روت ناسيونال 3 هذيك من بسكرة لتوغرت كان 220 كيلومتر. المغير جات قد في الوسط. كبرت يعني في عائلة عادية، يعني عائلة اللي تمثل ولربما أي عائلة في الجزائر، عائلة بسيطة يعني متواضعة نورمال أي عائلة. الأب فلاح تمر، الأم في البيت، وعندي 11 خاوة وأختات، جماعة الجنوب بعدهم الأولاد يعني. فكبرنا يعني من الأداد، وتجري في الطريق وتعيط، ومن الأشياء اللي مليحة في عندنا في البلاد أنه ما عندناش الإلكتريسيتي، معنا الإلكتريسيتي لو كلش بالكربيل والشمع وهذه الكائنة. فكبرت الصباح تخرج تجري تخدم وتجري، كنا نشتو البالون، أنا كنت نلعب بالون، هذه حياتي كل بالون البالون بالون. نسلكها شوية، يقولوا لي تسلكها شوية، كنت في الإيكيب تاع كيف صار مغير لعبت معهم يعني. كي دخلت انا ليكول بريمير تاعنا فيه 5 كلاسات، ليكول بريمير كامل، درت ليكول بريمير في المغير. يعني كنت مويان كي الشعب الكل، قرايه كنت الحاجه الوحيده اللي كنت فور فيها كليرمون، فور فيها مات، لقيت روحي مات، نعرف المات وخلاص، هذيك الله أعلم كيف جات، كل مكتوب وقدر. فكنت ندير دي بون نوت مات، كنت تري فابل فالفرنساوية والعربية في زوج، كنت يعني لو كان ما جاش المات كنت بطلت. ديت وحاجه اللي يعني بكري كانوا فخت، كانوا عندنا لي زونسيون فرونسي، وكان اساتذه جزائريين يعني اللي كل بريمير، كانوا في اخر الشهر كي يخرجوا لي نوت يقعدونا في الطابله على حسب النوت تاعك، دونك شاك موا يتبدل البلان بلاسمون تاعنا. كي يجي المات يعني مريح في الطابله الاولى في الكرسي الاول، يبداو رونجي 1 ورونجي دايره رونجي 2 رونجي 3، وكي تلحق العربيه ولا الفرنسي ديريكت من عقب من هذيك البلاصه 45 كيان لاريال. فيعني كان عندي موهبه كبيره يعني. كملنا ليكول بريمير، درت ليكول بريمير في مدرسه اسمها علي خليل في المغير، ومن بعدها رحنا للسيام، كانوا فتحوا سيام عندنا في المغير، سي ام سي ذاك الوقت اسمه سي جي كولوج دو جينيرال، ومن بعد ولا سي ام. فكانوا فيه 3 كلاسات، سي جي ام سي كي كاطريام، حتى التروزيام كانت ما كانش، السنه الرابعه ما كانش. فاقرينا هناك و نفس الشيء، مات نعرف حتى راسي غير مات. روح حتى لحقنا لا تروزيام اني كاطريام اني تاع السيام ما كانش في البلاد،
رزم العام تاعي هنا ظهرت، فتحوا لنا انصال نقراو فيها في وسط الافلان الحزب، جمعت الحزب وداروا لنا صال في وسط ونقراو في وسط الحزب. قرينا قريت لك كثر يا ماني تاع هوايان في الحزب. يعني حاجة عادية، حتى كملت الصيام تاعي ما عندناش الكتريسيتي، عندنا والو. الالكتريسيتي جات بعد ما كملت جو بونس، مع كملت الصيام جات الالكتريسيتي من هذاك الوقت خرجت. رحت على على الليسي، الليسي تقول في ذاك الوقت الليسي الوحيد اللي موجود من الجنوب الجزائري، الليسي الامير عبد القادر. في هذاك الوقت كان يسموه ليسي ميكس دو توغورت، ومن بعد رجعوا لليسي الامير عبد القادر. فدرت الليسي تم كي الحق تم اوتوماتيك مالاف كي افكتوني ما خموش حتى تخمام. قال لك هذا لوح ومات ديرو مات وفيزيك، دونك جو مروتروف في في الليسي تاع توغورت شعبه رياضيات و فيزياء كما يقولوا. دخلت الليسي في 73، 73 سبتمبر 73، ودرنا الباك في 76. في 76 درنا الباك، باك مات. والسنة الوحيدة نظن اللي داروا باك سود، كان باك نور باك سود. الألجيري في الشمال يديروا الباك نور، داروا جربوه مره واحده في العام تاعنا، قال لك على حشال السخانه هذاك ما قدش سنه، وجمع الجنوب يسنى واحد اثنين هكذاك. داروا لنا احنا الباك في مي، وداروا الاخرين داروا لهم في جوان، ومن بعد نحوها. فدنا باك سيد، درت الباك تاعي، عديت الباك تاعي في ورقله. تشوف لو كنت تشوف في الحياه تاعي الاتجاه تاعي من المغير، رحت لتقورت اتجاه جنوب، ورقلة اتجاه جنوب. لو كان جات كاين جامعة في تمراست كون اني قريت في تمراست، رايح اتجاه جنوب جنوب جنوب. في 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 الليسي يعني كنت انترن داخل، درت 3 سنين انترن، وتلاقيت مع ناس هنا ولاو صحابي يعني لحد الوقت والله يذكرهم على خير. وتلاقيت مع واحد الاستاذ يعني هو اللي حفزني، يعني مش ولا ما حفزني، سي حبيت نولي كيما هو. هذا البروف في تقورت، الناس كل تعرفه الاخضر ملوح، بروفيسور دمعت من تقورت، الله يذكره على خير ويطول في عمره. مني كنت صغير في البلاد، احنا في البلاد في بيردي فيلاج، ما عندك واش تقول هذاك الوقت، على الاقل شوي تغيرت الحالة حاليا. كنت حاب نولي نقري ليكول بريمير، هذا النظر، هذاك النظرة يعني في الفيلاج تاعنا، الإنسان اللي عنده المستوى العالي 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 كان هو اللي يقري في ليكول بريمير. حبيت نولي نقري في ليكول بريمير. كي رحت سقسيت وقالوا لي الصالير تاعهم بطلت، الصالير تاعي بطل. فالهرة تبدل كي رحت للليسي، كي رحت للليسي روح منا حبيت نولي بيلوت. ولا ربما بيلوت واحد ولا بسيكولوجيك، مو واحد حبي يخرج حبي ولا ربما على باليش، أنا حبيت نولي بيلوت هذاك الوقت. فيجي في لاني تاع الليسي داروا لي زولومبياد، لي زولومبياد تاع في الجيري تاع الليسي توسا. كان الحظ انه كنت نمثل ليسي توغورت، بعثوني من ليسي توغورت نمثل الجنوب الجزائري. فطلعونا لالجي، طلعت في الطياره قلت خلاص من هذيك الطلعه قد شديت بلي بيلوت اللي ما كانش منها. خفت من الطياره قلت مزيش خلاص الهراف تاع بيلوت راح. في الصغر كنت ولربما عندي كانت عندي هوايه في حوايج جيومتريك الحوايج هذيك، وكنت عندي نظره هكا على واحد الالعاب، نحب ندير الالعاب لي شويه وصا، وهذه ترجع تريز امبورطون تخطر من بعد ترجع
ديفلوبيت ان جو صغير كنا نلعبوه حنا ملي كنا صغار في البلاد ذاك الوقت. كانوا يبيعوا لي باطون تاع اومو ذاك لي بوات تاع اومو ذوك الصابون ولا الاشياء يبيعوهم. كان ايزي ذاك الوقت كان اومو كان ذاك كيبيعوه. كانوا يديروا لنا ان جو بالانتيريور كي تفتحوا تلقى ان جو. حنا ذا صار كنا نستناو غير تروحوا نشرو يديروا لنا دي كارت اللي فيهم دي كيستيون تو سا تريبوندي لهم تو سا سي تي انتريس. مالا انا كنت نلمد هذوك لي كارت ودرت ان جو ولوجي هذاك بديت نلعب مع لي كوزان وصحابي. قالوا لي خليك تبدا قلت له هذه لعبه مليحه تو سا ما امنونيش. قالوا لي خليك ما انا ما كل خاوه كل طلقتها. سي انتريسون باسكو كي كملت البي اتش دي تاعي عاد عندي الفراغ رجعت للوجو هذاك خدمته وعاد يتباع دو الموند اونتي. سي ان جو دو جيوغرافي يعلمك جيوغرافي ايديوكاسيونال. اللعبة هذه سماها وليبت هون لولو اوما بال لا بريمير فيرسيون اون المون خرجت. خرجت على كومباني رابنزبرغر غروند كومباني المون. جبت الباك افيك مونسيون اوتوماتيكمون قال لك هاي بلاستيك في باب الزوار. كنت السنه الثانيه تاع باب الزوار ما لا باش نخير ندير مات ولا فيزيك. كنت ولا راهم دايرين توازيام شوا كمبيوتر ساينس. هذاك الوقت كمبيوتر ساينس مازال عندنا لي كارت بيرفوري هذو نديرو بلي كارت تليق عروهم سو بعد حتى ما لا قلت مات فيزيك. مات فيزيك واش ندير واش ندير واش ندير. هزيت ان دينار في السماء قالك فيزيك مات فيزيك خرج مرتين فيزيك هيروح درت فيزيك. المهم فأقريت لحقت للدعاس ديبلوم دانسينيمون سوبيريور فيزيك. وكي جيت قالك دير فيزيك قلنا ندير فيزيك سوليد. درت فيزيك دي سوليد على باليش الكترونيك فيزيك دي سوليد. علاش درت فيزيك دي سوليد؟ ولا ربما هذاك الوقت كنت حاب ندير سيمي كونديكتور ما كنتش حاب ندير الكترونيك تاع لي سيركوي هذا. حبيت ندير سيمي كوندكتور فابريكاسيون سيمي كوندكتور. بدات تطلع لي في الدماغ خويا ولربما هذيك حاجه مليحه فما كانش على بالي وراني ليها روحي برك بصح. درت فيزيك دو سوليد فاصون فورماسيون تاع انديفيرونس مع الاخرين هذا الشيء. كيفاش كي خرجت من الجزائر رحت لستانفورد رحت للامريكان. حنا يبعثونا باش نديروا لا لونغ نتعلموا اللغه. كنت صح ما عندناش الاساتذه اللي قرحت لونغ لي دوك مونك دو بروفيسور ما قلنا عشان فلازم نتعلم اللونغ. رحنا ثم نعرف كلمات بصح. درت 5 شهور 6 شهور اونغلي في سياتل في الشمال الامريكان على فرونتير تاع كندا. ومن بعد تبدا انت دير دي زابليكاسيون هنا في امريكا لازم دير دي زابليكاسيون للجامعات. فدرت لي زابليكاسيون كل ومن بعد يبداو يجوا لي الجامعات اللي يقبلوك. انا هذاك الوقت نعرف غير جامعه بيركلي فقط عمري ما سمعت بالاخرين. فكيفاش طحت لستانفورد؟ جبت لا كارت. انا صحراوي لازم لي بلاصه سخونه. درت لي زونيفرسيتي اللي قبلوني كل ودرتهم سير لا كارت وقعدت نحوس على وين هي منهم اللي في الجنوب خلاص. وفي الجزائر عطاونا ديدلاين باش ترنوف لي لابورس تاعك عندك وقت لازم تحط الدوسي. فستانفورد كانت هي الاخيره من الجامعات اللي بعثت لي كان هي التحتانية. وكنت نستنى في سان دييغو. انا خطر سان دييغو بيسو سيد كنت انا سان دييغو سخن هذاك ما بعثوا ليش قاعد نستناو حتى فات الديدلاين. لقيت روحي حاصل في ستانفورد. هذه لافير كيفاش. شوف المكتوب يعني المكتوب ستانفورد من احسن الجامعات في امريكا ولا من احسن الجامعات في العالم كلاس دوزيام تروزيام في العالم يعني.
لما دخلت لستانفورد ثم بديت نتعلم اشياء اللي يعني الواحد العقل تاعو تفتح تفتح تبدا تشوف باللي لو نيفو تاع ليديكاسيون الناس كي تدخل لابوراتوار تدخل لابوراتوار مع جماعه نديرو لاب الناس لي سيركوي لي كاب الدنيا يخدموا هذا وانا نخضر فيه من عمري ما شفت الاشياء هذه تشوف تبدا تفيق بالثغر اللي موجوده في التعليم تاعك المشاكل كل شوفها كي لحقت انا من باب زوار لحقت ثم لقيت باللي لا بارتي تيوريك النظري كان قوي كنت يعني الحمد لله بس البراتيك كنت زيرو ولهذا نقول للناس انه لما تروح للجامعه مش تروح بتهز دبلوم وتخرج لازم تخمم كشخص كيفاش تكون روحك فلما دخلت الجامعه حبيت ندير سيمي كونديكتور قلت وش يخصني لقيت يخصني لابراتيك فعشيت نزغ في اللابوراتوار غير لاب لي كور غير اللي فيها اللاب نهزو اللي ما فيهش اللاب ما نهزوش تيوريك ما نهزش بديت لاب من لاب من لاب من لاب من لاب من يعني تبدا تطور في الامسي وتبدا تزيد لي كور ان بو بلوز الفي ف كسادرت درت في بعد عامين الاولين درت ماجستير في الفيزياء التطبيقية فيزيك ابليكي و يعني تشوفوا بلي الدنيا هذه جو مرابيل في ان لاب كنت ندير فيه هذاك الوقت في 81 82 جابوا لنا اللي فيه بروبتيك قالوا لنا تتعلموا عليهم ديروا لنا مازالوا ما كانوش في المارشي قالوا لنا تعلموا لا ريشيرش عليهم هذاك كي خسرت انا قلت انا وين هذا اللي في المستقبل يستعمل حاجه كيما هذه اي خليني منها بطلت يبين لك النظرة عندي نظرة بعيدة يعني فبطلت في ذاك وقلت لا نروح ندير انرجي سولار قلت انا انرجي سولار نرجع للجزائر تصلح الحاجة ندير لا فابريكاسيون نتاع طاقة شمسية اللي تخدم لي بانو سولار الاشياء هذه فدرت البي اتش دي تاعي في فغيرت الديبارتمون راه ديبارتمون ماتيريال ساينس عاود درت ماجستير جديد في ماتيريال ساينس ودرت الدكتوراه في الطاقة الشمسية لابليكاسيون تاع لي كوشمانس فهذا كان تبلور واش تعلمت انا في ذاك تشوف عندهم النظرة ان رغم انهم في الجامعة الاساتذة والطلبة كل مربوطين مع الاندستري الاندستري دايرة بالسيليكون فالي دايرة بستانفورد وستانفورد تلعب دور الرؤية تاعهم هي لي بومون تاع الاندستري اولا تعطيهم لي زيتيديون متكونين باش يخدموا وتحل مشاكل تاع الشركات هذوما دوك الشركات عندهم مشكل يجوها يقول لهم والله عندي مشكل نحلو لي ستارت اب عندهم مشكل فعاش ان ايكو سيستم وهذا على السيليكون فالي موجوده يعني سي على شان ستانفورد ولما تشوف تعود داخل في جامعه وعندهم نظن عندهم حوالي 20 بري نوبل وتشوف الأستاذ تاعك بري نوبل قدامك في يجي يهز الكور وتتلاقى أنت وياه فيحط لك من مستوى تبدأ تخمم تشوف ناس عظماء وذا وتبدأ تقول أنت علاش ما ناش كيما هكذا علاش أنك على الأقل أنا ما على باليش بالناس الأخرين علاش احنا رانا ما لحقناش هذاك المستوى